حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو ضمره انس قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف في الحج او العمره اول ما يقدم سعى ثلاثه اطواف ومشى اربعه ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروه